بشكل لطيف كده بشكل مبسط خالص في حكايات الديب مارجن دي، ونشوف ازاي احنا اصلا نقدر نشخص الكيس بتاعتنا ان هي ديب مارجن، ديب سبجنجال مارجن. وبعد ما نشخص الحاله بتاعتي اشوف هي في انهي مستوى من الصعوبه، ونعرف ازاي نقدر نتعامل مع كل مستوى من المستويات ديت، تمام، بشكل علمي ومنهجي يعني، وازاي انا اقدر اوصل في النهايه دي ريستريشن يكون بايولوجيكالي اكسبتد وفانكشنالي اكسبتد، تمام. طبعا احنا مش هنتكلم على حته كلاس 2 بشكل كامل، هنتكلم بس على حته الديب سيرفايكال مارجن دي، ازاي اقدر احول الحاله من كومبلكس كيس لسمبل كيس، من حاله كومباوند كلاس، من حاله كومبلكس كلاس 2 لحاله ستريت فورورد كلاس 2، تمام. انا معاك، هو دقيقه واحده بس. تمام، خلونا نرجع مع بعض ان شاء الله. انا اسف جدا على التوقف دوت، نكمل مع بعض ان شاء الله مع حضرتك. بدايه بسم الله كده، عاوزين نعرف بعض الديفينيشنز اللي هتساعدنا في التعرف على حالات الديب مارجن وازاي نقدر نتعامل معاها. طبعا هي مشكلتنا كلها في الديب مارجن، او احنا دايما بنكون احنا في التحدي اللي بنقابله هو علاقتنا بالبيولوجيكال ويدث. انا لما اكون نازل سبجنجفال انا كده خلاص قربت من البايولوجيكال ويث بتاعي، وهو عباره عن تعريفه بسيط جدا، هو شويه الكونكتيف تيشو اللي ما بين البيز بتاع السالكس وما بين الالفا كونتراست، بيكون لازقين على روت سيرفس، تمام. انا علاقتي بايه، وهل انا البايولوجيكال ويث بتاعي ستيل انتكت، ولا حصل فيه انفيجن، ولا حصل فيه فاريشن، ولا الدنيا باظت، ولا ولا ولا، وبناء عليه اشوف انا هتعامل ازاي مع الجينجفال ستيب بتاعتي ديت، او المارجن بتاعي دوت النازل سبجنجفال من ناحيه الريستوراتيف، تمام، بدون ما اثر على ناحيه البريو. فخلينا نقول ان في ثلاث مصطلحات دايما احنا بنتكلم عليهم، حاجه اسمها الدي ام اي، وحاجه اسمها السي ام ار، وحاجه اسمها الدي ام اي. الدي ام اي ده اختصار لكلمه او مصطلح اسمه ديب مارجنال اكويزيشن، تعريفه قدامنا على الشاشه، لكن هو باختصار كده الخطوه اللي انا هعملها عشان تحول لي الان اكسسبل سبجنجال مارجن لاكسسبل سبجنجال مارجن. يعني هو انا عندي المارجن اهوت سبجنجفال، انا مش عارف اوصل له، مش عارف اعمل له ايزوليشن، مش عارف اعمل له ريستوريشن، خلاص. فانا هعمل خطوه ما كده تسهل لي الموضوع ده، ان انا اقدر اعمل له ايزوليشن، ان انا اقدر اعمل له ريستوريشن. دي المقصود بكلمه اكويزيشن. طرق الاكويزيشن كتير هنتكلم فيها بالتفصيل كمان شويه. طيب النقطه الثانيه او الاختصارات الثانيه اللي هي دي ام اي وسي ام ار. دي ام اي ديت اختصار ديب مارجنال اليفيشن او ديب مارجنال اكستنشن. طيب ايه الفرق بين كلمه اكستنشن واليفيشن من ساينتفك وايز؟ يعني كلمه اليفيشن بالعربي معناها رفع، ان انا هرفع حاجه، انما كلمه اكستنشن من ضمن المعاني بتاعتها هي الوصل، ان انا عندي حاجه هوصلها بحاجه ثانيه عشان اطولها، زي مثلا الاكستنشنز اللي بتركب في الشعر والكلام ده يعني، والضوافر والكلام ده. ما علينا طبعا، يعني حرمانيه الحاجات دي خلاص احنا متفقين عليها، بس خلينا نشوف احنا بس بنضرب مثال يعني. كلمة extension و elevation الفرق بينهم زي ما قلنا، واحدة بنرفع والتانية بنوصل. طيب أنا لو قلت إن أنا عملت deep margin elevation، ده معناه إن أنا جيت على dental tissue، على السنة اللي فيها deep margin ديت، أو remaining root مثلا لو افترضنا يعني في حالة الكراون، وقمت شادد السنة من السوكت مطلعها لفوق. أنا طالما طلعت السنة لفوق شديتها ذات نفسها dental tissue ده، أنا شديته لفوق كده، فأنا كده عملت له elevation، تمام. طبعا طرق elevations كتير، بس عشان مش موضوعنا النهاردة يعني. أما حتة deep margin extension، أنا هسيب الجينجر ستيب بتاعتي ديب زي ما هي، سب جنجرال ديب زي ما هي، لكن انا هحط عليها حته ريستوريشن، احولها من سب جنجرال بوزيشن لسوبرا جنجرال بوزيشن، انا عدلت الوضع بتاعها وصلتها. فده مصطلح الديب مارجن اكستنشن او الديب مارجن اليفيشن. السي ام ار ديت اختصار سيرفايكال مارجن ريليكيشن، وديت المعنى الشامل للاثنين، يعني ديت تشمل الاليفيشن والاكستنشن، تمام. فانا يوم ما اتزنق ابقى انا مش عارف انا عملت ايه من ناحيه العلميه. لو حد سالني انت والله انت عملت ايه، ممكن تهرب منها وتقول انا عملت سي ام ار وخلاص، تمام. ده كده الفرق بين الثلاث مصطلحات. طيب احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ احنا هنتكلم على حته الديب مارجنال ايه؟ اكستنشن. بالظبط كده، احنا هنتكلم النهارده على حته الديب مارجنال اكستنشن، لان احنا يعني احنا مش هنعمل سيرجري، يعني مش هنعمل اكستروجن مثلا عشان نطلع السنه من السوكت او كده،
خلاص. كل اللي احنا هنعمله هو احنا هنسيب كل حاجه زي ما هي ونوصلها نحط عليها حته ريستوريشن نحولها من سب جنجر لسوبر جنجر بوزيشن، وبعد كده نبدا نكمل الشغل بتاعنا من ريستوراتيف وايز عادي جدا زي ما قلنا، بنحول الكومبلكس او الكومبلكس كلاس، الكومبلكس كلاس 2 المعقد دوت ل ستريت فورورد كلاس 2، الكلاس 2 اللي احنا متعودين عليه العادي جدا جدا. تمام كده؟ طيب نكمل مع بعض. انا لو جينا عشان نقول انا هتعامل ازاي مع الحالات دي بمارجن، انا محتاج ان انا اقسم الديب مارجن ده اصلا اكوردنجلي الصعوبه بتاعته. احنا بنقسمه لجريد 1 وجريد 2 وجريد 3. جريد 1 سبجنجفال مارجن دوت هو عباره عن سبجنجفال مارجن، لكن سهل ان انا اقدر اوصل له عشان اعمل له ايزوليشن، وسهل ان انا اوصل له عشان اعمل له ريستوريشن. تمام؟ مفيش فيه مشاكل، وده هنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي حالا. طب جريد 2، جريد 2 السبجنشن مارجن دلوقتي بقى صعب شويه ان انا اوصل له بالايزوليشن بتاعي، وصعب شويه ان انا اوصل له بالريستوريشن، الموضوع رخم شويه. لكن لو جيت اشوف علاقه المارجن بتاعي بالبيولوجيكال ويدث هلاقي مفيش اي مشكله خالص في البيولوجيكال ويدث، البيولوجيكال ويدث ستيل انتر، يعني انا ما قربتش من شويه الكونكتيف تيشو اللي ما بين البيز بتاع الجنجوال سالكرس وما بين الالفر بون كريست اللي هو بيكون افريج 2 مللي يعني. تمام؟ طب الجريد 3، الجريد 3 برضه صعب في الايزوليشن وصعب في الريستوريشن، بس انا هنا بقى حصل انفيجن، حصل مني انفيجن او الكيرز اللي كان موجود عمل انفيجن لي البيولوجيكال ويدث، يعني شويه الكونكتيف تيشو اللي باقيين بقوا اقل من 2 مللي. كل واحد من دول ليه طريقه للتعامل. طب تعالى نشوف اشكالهم كده او الدايجرام اللي بيوضحهم. ده مثلا سبجنشن مارجن جريد 1 اللي احنا شايفينه هنا، البيولوجيكال ويدث بتاع انترت اللي هو المسافه من البيز بتاع السنترس لحد الالفر بون كريست ستيل انترت، والسبجنشن مارجن بتاعي هو بيلو الجنجفال كريست هو تحت الجنجفال كريست، بس ستيل عندي سبيس ما بينه وما بين البيز بتاع السلكس اقدر ان انا احط فيه الرابر دام بتاعي، واقدر ان انا احط فيه الماتريكس باند واشتغل عادي جدا. فده جريد 1 الموضوع فيه ايه بيكون سهل. طب جريد 2، لا جريد 2 السبجنشال مارجن نزل لتحت شويتين. ممكن نقول كمثال كده ان هو بقى هو والبيز اوف ذا سلكس اللي هو الجنشن الابثيليوم بقوا على نفس المستوى، هما الاثنين في مستوى واحد، ما عادش فيه سلكس خلاص، السلكس دلوقتي ماش موجود. فانا لو جيت احط رابر دم مش هعرف، رابر دم هيبقى داخل جوه الكافيتي، لو جيت احط ماتكس باند هتبقى داخله هي كمان جوه الكافيتي، مش معديه الجنجفال مارجن. تمام؟ لكن زي ما قلنا في حالات الجريد 2 انا صعب اعمل ايزوليشن وريستريشن على الوضع ده، بس ستيل عندي البيولوجيكال ويث انترت زي ما هو، انا ما عملتش فيه اي فايوليشن ولا الكيرز عملت فيه اي فايوليشن. تمام؟ انما جريد 3 بقى الموضوع بقى معقد شويتين، انا خلاص المارجن بتاعي بقى سبجنشال زي ما احنا شايفين، بس كمان حصل انفيجن للبيولوجيكال ويث، يعني شويه الكونكتيف تيشو ما عادوش 2 مللي بقى اقل. ده بيحصل لو في كرونيك كيرز، كيرز بقى له فتره طويله جدا او اوفر هاند ريستوريشن او الى اخره، ممكن نشوف حالات زي كده. طيب انا هتعامل ازاي مع كل واحد من دول بقى؟ الاول ازاي اشخصه في العياده؟ قبل ما اعرف ازاي اتعامل معاه، انا خلاص عرفت تعريفاته. طب انا ازاي في العياده وانا قاعد كده على الكيس اعرف الحاله اللي قدام ديت 1 ولا 2 ولا 3؟ جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3؟ في عندنا ناس ممكن نشخصها من البايثون اتش 3، ان انا بري اوبرتيفلي اصلا استيميت كده انا رايح فين وجاي منين، بس الموضوع ممكن ما يكونش دقيق قوي. انا بصراحه بحب ان انا اشخصها اوقع واكتر يعني كلينيكال وانا شغال جوه بوق البيشنت عن طريق استخدام البرودنتا بروب واعمل حاجه اسمها بون ساوندنج. ايه بقى البون ساوندنج دوت؟ البون ساوندنج ده هو عباره عن حاجه انت بتعملها بالبرودنتا بروب، بتقيس بيها كميه الكونكتيف تيشو اللي موجوده عندك من اول الف بون كريست لحد البيز اوف سالكس. طيب ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ انا خلاص بقى عندي كلاس 2، خلصت الكلاس 2 بتاعي ونضفت الكيرز والجنجر ستيب بقت واضحه وكل حاجه تمام وزي الفل. تمام؟ ازاي بقى ان انا اقدر اعرف هل اللي معايا ده جريد 1 ولا 2 ولا 3؟ انا في جريد 1 ما عنديش اي مشكله مع البيولوجيكال ويث، كل حاجه انترت انا اصلا ببقى بعيد عنها شويتين. طيب انا دلوقتي بقيت قريب قوي من البيز اوف ذا سيلكس، فانا جيت احط البريدنتا بروب بين الجنجر ستيب بتاعتي كده واقوم دايس عليه، بدوس عليه بس دي لازم انستيزيا طبعا، وانا بدوس عليه كده ليه؟ عشان اخرم البيولوجيكال ويث، شويه الكونكتيف تيشو دول اعدي منهم. بقوم دايس بالبروب ومعدي كده ولحد ما البون يقف، هو هيعدي من الكونكتيف تيشو هيقف فين؟ هيخبط في البون، فانا بقوم نازل طق يقوم واقف، هيقف على البون. وبعدين بشوف بقى الديستانس اللي البروب بيقيسها من اول الجنجفال ستيب لحد البون دي قد ايه؟ لو الديستانس دي اكتر من 2 مللي ونص 3 مللي كده في الرينج ده، يعني 2 ونص وانت طالع، 2 ونص 3 3 ونص والى اخره، كده انت بعيد خالص عن جريد 3، انت كده في جريد 2 او ممكن يبقى جريد 1 كمان خلاص. انما لو اقل من 2 مللي، يعني 2 مللي 1 ونص 1 0، كده انت جريد 3.
يبقى اللي يفرق جريد 2 عن جريد 3 هو كميه الكونكتيف تيشو اللي موجوده، لان المفروض في جريد 2 انا عندي الكونكتيف تيشو ده بيكون انترت، ما بيكونش عملت فيه فايوليشن، يعني 2 مللي اورتر. اما في جريد 3 اقل من 2 مللي على طول. وكل واحد بقى من دول هيكون له طريقه في الاكوزيشن، ازاي انا اقدر اوصل له او ازاي انا اقدر اتعامل معاه. طيب في حالات جريد 1 انا عندي سبجنشال مارجن، لو رجعنا لو احنا فاكرين الدايجرام كان عامل ازاي، كان عندي سبجنشال مارجن اوكي، بس ستيل عندي مسافه من الجينجفال ستيب لحد البيز اوف ذا سالكس، يعني لسه عندي ديستانس فاضيه في الجينجفال سالكس بتاعي، والبيولوجيكال ويدث تحت انترت ما فيش اي مشكله خالص. فده جريد 1. كل اللي انت محتاجه في الحاله دي عشان تقدر توصل الرابر دام بتاعك للليفل اللي يكون تحت الجينجفال ستيب وتحط الماتريكس ستاند بتاعتك، وانك تعمل حاجه اسمها سوفت تيشو ريتراكشن، شويه الجينجفال دول تبعدهم شويه. خلاص اقدر ابعد الجينجفال ازاي؟ ممكن ابعد الجينجفال باستخدام ويدج، ان انا اعمل بري ويدجنج فيقوم دايس على الجينجفال يعمل لها كومبريشن ويبعدها لي شويه كده فيظهر لي المارجن بتاعي، او ممكن الرابر دام ريتراكشن ذات نفسه، يعني وجود الرابر دام في حد ذاته اصلا بيشد لي الجينجفال، وممكن استعين بريتراكشن كورد او بتيفلون كمان. طبعا مش بنحب الريتراكشن كورد في حالات الريستوراتيف قد كده، عشان بس هو هيدروفيلك فبيشرب ميه، فممكن مع الضغط ومش عارف ايه وبتاع يوصل الميه لجواه فيعمل يكون هو ذات نفسه سورس اوف ليكج. فدي كده قصه الجريد 1. الموضوع سهل جدا فيه، انت جاست انك عملت بري ويدجنج، انت اوريدي عملت كومبريشن البابيلا فاظهرت الجينجفال مارجن بتاعك. عشان كده دايما بننصح انك قبل ما تفتح اي كلاس 2 اصلا من غير ما تشخصه من غير اي حاجه، هو في كلاس 2 فانت حط ويدج واشتغل. ليه؟ لان هو لو كان سب جينجفال جريد 1 اوريدي هيحصل له اكوزيشن تلقائي بسبب وجود الويدج، لان انا عامل كومبريشن للبابيلا، فتشتغل ستريت فورورد خالص. انما ولنفرض مثلا انت شغال دلوقتي حاطط ويدج وبتفتح الكافيتي بتاعك والاخر وشغال نظفت الكيرس خالص مع جينجفال ستيب، لقيت ان الجينجفال ستيب بقت مور ايبيكال للانتر دنتال ويدج اللي انت حاطه ده، فكده انت مش جريد 1، انت خرجت بره حته جريد 1 خالص ودخلت في حته جريد 2 او جريد 3. اوكي طب اتعامل ازاي بقى مع جريد 2 او جريد 3 اللي هيفصل لي هل انا 2 ولا 3؟ هو موضوع البون ساوندنج. طول ما انا اكتر من 2.5 3 مللي انا كده في جريد 2. طب لو انا اقل من 2 مللي انا دخلت في جريد 3. فلو هو جريد 2 كل اللي انت محتاجه عشان تسهل على نفسك الوصول للجينجفال ستيب هو انك تعمل حاله اسمها سوفت تيشو تريمنج اللي احنا بنسميها البابيلكتومي، وموضوع الثيرمال بير اللي انتشر هو الاخر وبقينا كلنا بنسال عنه كتير وبنشوفه كتير، اللي هو عباره عن ميتال بير سموث خالص كده بيستخدم وذاوت كولنت على الهاي سبيد، وابدا امشي بيه على السوفت تيشو انتر دنتال كده، وابدا ان انا اعمل ايه كاتنج في السايد بتاع البابيلا من جنب المارجن، بس انا مش محتاج ان انا اشيل الانتر دنتال بابيلا كلها، الموضوع بيكون too much aggressive. يعني كل اللي يهمك بس انك توسع لنفسك مسافه جنب الجينجر ستيب كانك بتكريت سالكس خلاص كده، تحط فيه الرابر دام وماتريكس باند عشان تقدر تعمل ريستوريشن للمنطقه دي، بس بشرط ما تعملش سوفت تيشو تريمنج الا لو انت متاكد ان انت جريد 2، يعني البيولوجيكال ويدث بتاعك اكثر من 2.5 3 مللي، لان لو اقل من كده، يعني لو مثلا لو كان بشر لو 1 مللي مثلا انت مش واخد بالك ودخلت ومتعامل سوفت تيشو تريمنج على طول، هتلاقي على طول البون حصل اكسبوجر، تلاقي الانتر دنتال بون باين كده. فطبعا ده الموضوع بيكون مؤلم جدا للبيشنت بقى، يعني بوست اوبرتيفلي بيقعد فتره طويله بيتالم لحد ما يحصل بس هيلنج للمنطقه دي، فبلاش نخش في القصه دي. فلو احنا جريد 2 بنعمل سوفت تيشو تريمنج. طيب لو انا جيت اعمل بون ساوندنج لقيت نفسي الديستانس اقل من 2 مللي 1.5 1.5 0، هعمل ايه ساعتها؟ ما تعملش سوفت تيشو تريمنج بقى، ساعتها انت هتفتح حاجه بنسميها الانفلوب فلاب خلاص كده، وتعمل هارد تيشو تريمنج اللي هو بين قوسين سيرجيكال كراون لينثرنج، بس هنا السيرجيكال كراون لينثرنج احنا بنعمله جنب الديب مارجن بس، مش سيركمفرنشال، يعني مش بفتح فلاب واقوم موطي البون حوالين السنه كلها، لا انا بس جنب الجينجفال ستيب بتاعتي ده اهي الديب ده اهي، ببدا ان انا بالسيرجيكال بير اشيل شويه بون كده وبشيل من جنب المارجن بتاعي بس، مش محتاج ان انا انزل البون كله ما بين السنتين، يكفيني بس من جنب المارجن بتاعي. طب بنزل بالبون قد ايه؟ بنزل بالبون لحد ما تكون الديستانس ما بين الجينجفال ستيب والالفر بون كريست 3 مللي، بحيث ان انا لما هخيط هرجع اخيط الفلاب بتاعتي تاني ويحصل هيلينج، بيبدا يحصل ان السوفت شو يرجع يمسك في الروت تاني في مسافه 2 مللي ويسيب لك 1 مللي از سالكس، فساعتها يكون الجينجفال ستيب بتاعتك جوه الجينجفال سالكس، لو انتم متخيلين الوضع معايا. فاول ما تلاقي نفسك ان انت وانت بتشخص الديب مارجن بتاعك بالبون ساوند انت دخلت في جريد 3 اللي هو الديستنس دي اقل من 3 مللي، اقل من 2.5 مثلا 2 وانت نازل، يفضل ساعتها لو انت اقل من 2 مللي تفتح فلاب وتبدا تشيل بون زي ما قلنا لحد ما تخلي انت الديستنس انتشنالي 3 مللي، بعدها تخيط وتبدا تشتغل بعدين تحط امبريفيلنج وتكمل في فيزيت ثانيه، او لو انت قدرت تعمل كنترول على البين اللي في نفس الفيزيت وتبدا تشتغل مفيش مشكله، الوضع التقييم هيرجع لك انت في الاول وفي الاخر يعني.
طيب كل ده كلام نظري، لو انا عايز اطبق عملي بقى هعمل ايه؟ حاله زي دي مثلا كانت حاله فيها كلاس 2 في الفايف والسيرس، كان في انتربورس ماتيريالز، هو ممكن مش فاهم لوزر بس كان باين في البايت ويند وباين ماركت فيو، المهم يعني كان في اول ريستريشنز فاحنا شلناهم. احنا حاطين هنا وودن ويدج اهو از بري ويدجنج، عشان لو انا المارجن بتاعي سب جنجفال يحصل له سب جنجفال ريد 1 يحصل له اكوزيشن تلقائي. ففعلا بعد ما خلصنا لقينا ان احنا تو جنجر ستيبس احنا شايفينهم فوق الرابر دام. طيب تعال اعمل تراي ان للويدج كده، احنا من شروط الويدج اصلا لما نيجي نستخدمه ان الويدج دايما لازم يكون ايبيكال للجنجر ستيب، يعني في نفس الليفل بتاعها مش اعلى منها. فلما عملنا تراي ان للويدج هنا لقينا ان الويدج اعلى من الجنجر ستيب اللي في السيرس في الميزر بتاع السيرس، فبالتالي السيرس ده ديب مارجن بس جريد 1 لانه اوريدي حصل له اكوزيشن انا شايفه كويس الرابر ده نازل تحته خلاص، بس الويدج اعلى منه. فساعتها ايه المطلوب مني؟ ساعتها المفروض ان اعمل اكستنشن ازود بس اعلي المارجن ده شويه كومبوزيت كذا ما نعرف من شويه اعليه اخليه هو مور كرونال شويه لمستوى الويدج عشان اقدر ان انا اكمل الريستوريشن بتاعي بشكل طبيعي. ده مثال مثلا لجريد 1. طب جريد 2 حاله زي دي مثلا كان فيها اولد ريستوريشن فحطينا بردام وعملنا بري ويدجنج في التو سايدز كان ام او دي ريستوريشن اهوت خلاص. بعد ما خلصنا لقينا ان الجنجر ستيب في الميزيال كانت فوق الويدج، في الديستال كانت تحت الويدج، فاذا الميزيال ده جريد 1 اما الديستال ممكن يبقى 2 وممكن يبقى 3 على حسب ايه؟ على حسب بون ساوندنج بتاعي. فاحنا لما عملنا بون ساوندنج جبنا البروب وقمنا واقفين جنب الجنجر ستيب اللي في الديستال دي قمنا دايسين بالبروب جت المسافه 3 مللي وشويه خلاص، فاذا ده جريد 2. فاقدر ساعتها ان انا اعمل الاكوزيشن عن طريق السوفت تيشو تريمنج تمام. طب خلينا نشوف بيتعمل ازاي. بجيب ثيرمو بير ويفضل يكون تيبر وراوند اند او روز هيد بس صغير خالص، طبعا ده بيكون باكيد تاني اهوت هو ميتال بير مفيش عليه اي ابريسلز ولا عليه اي فلوتس خالص عشان ما يعملش انجري التوث، هو بس بيشيل في السوفت تيشو. وببدا ان انا اعمل تريمنج في السوفت تيشو بالشكل ده. خلينا نشوف الفيديو ده مع بعض كده. هنا ده كتر هي نفس الكيس اهوت، بنبدا نعمل كاتن للسوفت تيشو جنب المارجن بتاعي بس مش محتاج ان انا اشيل البابيلا كلها انتر بورسمالي. اللي انا بعمله دلوقتي هو ان انا باتيريت جاست ان انا باتيريت سبيس جنب الجنجر ستيب كده احط فيها الرابر دام بتاعي احط فيها الماتكس باند عشان اقدر اعمل لهم ايزوليشن وريستريشن، بس ما اقدرش اعمل حركه زي ديت لو كان الكونكتف تيشو هنا اقل من 2 مللي كده هدخل على البون هدخل على البون تمام. والحاله عشان تكون بريدونتال ستيبل لازم يكون باريستر ويت بتاعي انا محترم واعطيله حقه ومحافظ عليه ان هو يكون 2 مللي. هنا انا بعمل الرابر دام ابلكيشن بتاعي تمام، وبعد ما عملت رابر دام ابلكيشن استعنت بالتفن عشان اعمل مور سيلينج في المنطقه دي، يعني ببدا اعمل تفن باكينج ما بين الرابر دام وبين الجنجر مارجن بتاعي عشان يديني مور سيلينج في المنطقه دي، لان كان في شويه سام سورت اوف ليكج كده سام سورت اوف ليكج سوري، فحبينا احنا نسدها خالص عشان نقدر نتعامل بمنتهى السهوله يعني تمام. دي طريقه الابلكيشن بتاع التفلون تعمل جنتل باكن كده عشان ما يقعدش يدخل ويطلع ويتعبك معايا، وده شكل الكيس افتر فول ايزوليشن تمام. ازاي اعمل اكستنشن هنعرف كمان شويه، بس ايه ديت مرحله الايه الايزوليشن الاكوزيشن والايزوليشن. يعني حاله ثانيه مثلا كان عندنا اور 6 و 7 باك تو باك كافيتيز، الاثنين دولت كانوا جريد 2 بالدايجنوز كان جريد 2، فبالتالي عملنا سوفت تيشو تريمنج اهوت جنب الجنجل مارجن بتاع ال 7 وجنب الجنجل مارجن بتاع ال 6. لو انت لاحظت الانتر دنتال بابيلا باك ترينجولا تلاقي سيمي انترت يعني تقريبا ما اتشالتش كلها تمام. هنا بعد ما ركبنا الرابر دام بس ستيل ما عملناش انفيرجن للرابر دام ولا عملنا كلامب روكينج. هنا عملنا انفيرجن وكلامب روكينج واستعملنا باكسسور كلامب على السيرس كمان، وزودنا تفلون جنب السيرس وجنب ال7 عشان نعمل كومبليت سيلينج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حاله ثانيه زي دي مثلا، الحاله دي كان داي البيشنت كان داي بيشتكي انه حصل فراكشر للديست بورتال كاسب وبقى الموضوع بيضايقه بيخربش فيه يعني، بس دي كل شكواه مفيش اكتر من كده. وكان جايب معاه فين بريبيكال فيلم كده، فبنبص عليه فشفنا فيه راديوليوسنسي تحت الريستوريشن من ناحيه الديستال، راديوليوسنسي كبيره مش صغيره. ففتحنا فتحنا السنه وشلنا الاولد
demonstration all the MR demonstration فشفنا المنظر ده gingival hyperplasia. ده حصل كافيتيشن تحت الامالجم على مر السنين طبعا، وبدا يحصل انفلاميشن في الجنجيفا فبدا يحصل لاين انلارجمنت فبدا تدخل جوه السنه. انت متخيل؟ فانت دلوقتي اصلا في الوضع ده انت ما انتش شايف فين الجنجيفال ستيب، فاحنا لازم نعمل سوفت تيشو تريمنج اقطع بس حته الهايبر بلاستيك تيشو ده عشان بس اشوف فين الجنجيفال ستيب عشان اعرف انا فين اخري فين. فهنا بقت واضحه معايا. طيب خلاص ده طبيعي اكيد مش جريد 1. طب بنعمل بون ساوندنج، طلع البون ساوندنج تقريبا زيرو، فهو كان الجنجيفال ستيب نيرلي جنب البون او هي جنب البون حرفيا يعني. فكان صعب ان انا احط رابر دايم واحط ويدج واحط باند والكلام ده كله كان مستحيل جدا. فعلى طول فتحنا فلاب، كان ده الدايجرام اللي بيوضح الحاله اهوت، على طول فتحنا فلاب على طول وعملنا هارت تيشو تريمنج، عملنا سيرجر كراون لينترن. وزي ما قلنا احنا بنسيب الموضوع ده، بنسيب ديستنس ما بين الجنجيفال ستيب وبين الافر برونكريست 3 مللي خلاص. بعد كده خيطنا ومفترض ان انا بستنى على الاقل اسبوعين او ثلاث اسابيع لحد ما يحصل هيلينج، بس الكيس دي كانت مسافره بعد ست ايام من الزياره بتاعت السيرجري، فجبته بعد اربع ايام عشان نكمل شغل. وده شكل الحلقه في الايزوليشن فيز. طبعا استعنا بتفلن هنا عشان المارجن بتاعنا مش ستريت، هو في ايرلاريتيز كده وكونفرتس كونكيف يعني بوزيتيف اند نيجاتيف شيب فاكتور، ما علينا من القصه ديت يعني. فاضطرينا نستعمل تفلن هنا عشان نعمل كومبليت سيلينج، وبعد كده بدانا نعمل ريستريشن. هنعرف ازاي عملنا دلوقتي. لو انتم لاحظين برضو في الكيس انا استعنت بالكلام بالدبليو اتش اي على اللور سيرس هنا، ورغم ان انا مثبت ورا على السفن بالكلام رقم 26 بس انا حاطط الكلام بالدبليو اتش اي عشان يديني مور جنجفر ريتراكشن ومور روبر دام ريتراكشن على السيرس هنا، فابقى شايف كويس. طيب البندات اللي احب استخدمها في حالات دي بمارجن بصراحه الماده المفضله ليا هي الساد الماتريكس بتاعت شركه تور في ام. الساد الماتريكس الميزه فيها ان هي فيها جنجفر اكستنشن كبير باركولينجوالي، وفي من كل مقاس منها هايتس مختلفه. يعني هي بتتقسم ثلاث مقاسات باركولينجوالي وثلاث مقاسات اوكلوز جنجفالي برضه، فتلاقي عندك سمول ميديوم لارج ده باركولينجوال، واوكلوز جنجفال بتتقسم لشيب نمبر 1 و2 و3. فبالتالي ايا كان الليفل بتاع الديب مارجن بتاعك، ايا كان الديبث بتاعه، انت عندك اطوال مختلفه من البندات المختلفه تقدر توصل للمارجن بتاعك ايا كان هو وصل لحد فين. تمام؟ فالسمول بتكون اغلبها البريمولر، الميديوم ساعات مولر ساعات بريمولر، اللارج على طول مولرز لانها بتكون كبيره قوي باركولينجولي. تمام؟ طبعا الهايتس زي ما قلنا في عندنا 1 و2 و3 على حسب ما انت الديب مارجن بتاعك الليفل بتاعه وصل لحد فين. دي شكل الكيت البيزك بتاعتها، بيكون فيها السبرينج كليب او الهولدر بتاعها مع المقاس السمول والميديوم واللارج وكلهم شيب نمبر 1. تمام؟ ممكن تشتريها على هيئه ريفيلات، الريفيل اللي انت شايفها ديت بيكون فيها مقاس واحد وشكل واحد، يعني مثلا سمول شيب 1 ميديوم شيب 2 مثلا لارج شيب 3، كل مقاس وكل هايت موجود لوحده. انا بشتري الريفيلز ديت خلاص، بتكون بالنسبه لي اوفر من ناحيه الفلوس مقابل الكميه يعني. وده السبرينجر كلاب ما بنستعينش بيه غير لو انا بشتغل في كلاس 2 مثلا ما فيش جنبه ادجيسنت توث، او بتعامل مع حاله ديب مارجن مثلا ومش عارف اثبت الماتريكس، فبمسك الساد الماتريكس بالهولدر ده لحد ما ارفع المارجن بس، بعد كده بشيل كل حاجه واتعامل مع الحاله كانها كلاس 2 عادي خالص، احط بند عادي ويدج عادي ورينج. انما ده مش رينج يعني، ده مش بيعمل سيباريشن، ده جاست هولدر بس. وده مثال ليه في حاله فيها كلاس 2 ديستال، الكيس دي مش بتاعتي طبعا. في بعض الاحيان ساعات لو انت عندك مثلا الشيب نمبر 1 من المقاس اللارج او ميديوم او سمول اي ما يكون، وما عندكش الشيب 2 والشيب 3، ويجي لك الحاله دي بمارجن تيجي تركب فيها الباند بتاعتك، لان الهايت بتاعها مش مناسب ان هو ينزل لحد تحت قوي، مش جايب يعني، قصيره باند قصيره مش طايله الديب مارجن اللي تحت ده. فممكن ساعتها تعمل حاجه اسمها الكستمايزيشن، هو انت البكتل واللينجوال ارمز بتاعت الباند تقصهم وتاخد جزء الكونتورد بس وتحط بروكسيمالي بالشكل ده كده، يعني الباند دي سادل من غير ارمز، فبتقدر انك تزقها ايبيكال، لان الارمز دي بتبقى ريستد على البكتل واللينجوال بابيلا، فبتعوق او بتعمل ابستراكشن للباند انها تنزل لتحت، فانت جاستنا بتقصهم بتقدر تغطسها لتحت كده. وده شكل سادل الماتريكس اهيت بنعمل بيها دي مارجن اكستنشن في ابر 7. تمام؟ ودي كاستمايزد سادل الماتريكس. الانسترومنت دي كنا عملناها من سنتين تقريبا او من سنه ونص مش فاكر بالظبط، كنا عملنا حاجه اسمها بوستيريو ميزورا، كانت عباره عن كومبوزيت ابليكيتور وعملنا فيه سلوت كده باستخدام الستون او البير اي بير يعني خلاص. كنا عاملينها عشان نظبط بها الليفلنج بتاع المارجنال ريدج، ما علينا من الحته دي. بس انا ممكن نستخدمها استخدام تاني، وهو ان انا لما اعمل كاستمايزيشن لسد الماتريكس ممكن ما اعرفش ازقها كويس ايبيكال. فلو استخدمت انت الميزورا ديت او اللي هي البيفت سباتولا دي وقمت حاططها على البند زي الصوره دي كده ودوست عليها ايبيكال، هتيجي معاك كانه هو بوشر كده تزقها ايبيكال، فيبقى الموضوع سهل في الابلكيشن يعني. طيب
عرفنا تشخيص الديب مارجن وعرفنا ازاي نعمل له اكوزيشن سواء كان جريد 1 او 2 او 3 وعرفنا الباندات المستخدمه. طب تعال نطبق الكلينيكال بقى. دي الحاله اللي كنا قلنا عليها من شويه ان هي جريد 1 لما حطينا الويدج كان الويدج اعلى من المارجن، ده مش صح. فبالتالي هنا عملنا ايه؟ عملنا الاول ديب مارجن اكستنشن للسيرش ازاي؟ ادي لارج سادل ماتريكس خلاص كده جواها موديفايد او كستمايز سادل ماتريكس وبينهم هما الاثنين تيفلون. التيفلون ده وظيفته ايه؟ يزق الماتريكس الداخليه على الجينجر ستيب عشان تعمل سيلينج وبعد كده تعمل اكستنشن واحد او اثنين مللي بس كده تعلي المارجن بتاعك شويه باستخدام الكومبوزيت اتش اند روبوندن دروب فلو بالكومبوزيت وتاوت كيورنج عليها باك اب الكومبوزيت از سنو كلاود تكنيك وتبدا تعمل اكستنشن كده انت عليت الجينجر ستيب شويه. فلو جينا نعمل تراي اند الوجه ثاني هنلاقي الوجه دلوقتي بقى في نفس الليفل بتاع الكومبوزيت جينجر ستيب ده انا عامله خلاص. فبالتالي الحاله دلوقتي اتحولت من سب جنجل مارجن لسوبر جنجل وبقى الموضوع بقى عادي كلاس 2 عادي خالص تقدر تتعامل معاه بالطريقه التقليديه اللي تتعامل معاها مع اي كلاس 2 عادي جدا. الحاله الثانيه اللي هي كنا فيها جريد 2 وعملنا لها سوفت شو تريمنج برضو هنا حطينا تو سادل ماتريسز عشان نقدر نعمل سيلينج. انا كنت حطيت السادل ماتريس الاولانيه وحطيت تفلون وراها عشان تعمل سيلينج ما عملتش سيلين، قمت حاطط باند ثانيه جواها وحاطط تفلون بينهم الاثنين عشان اقدر اعمل سيلين بالباند الثانيه. طب واحد يقول لي طب ليه ما بتحطش ويدج؟ ما انت ممكن تحط ويدج هنا يعمل لك سيلين. اه فعلا بس مش اي ويدج يقدر يعمل كده، ويدجات البايو كلير ممكن تعمل وممكن ما تعملش. فانت ممكن تعمل تراي اند البايو كلير ويدج ايا كان اللون بتاعه، ويفضل في الحديث يستخدم اللون الاخضر اللي هو الديب كيرز ويدج. عمل سيلين خير وبركه، اعمل اكستنشن وبعد كده فك الهيصه دي كلها اشتغل من اول وجديد كان الحلقه سوبرا جينجر كلاس 2. طب ما عملش سيلينج الباند لسه مفرقه وبتاع والموضوع مش ظابط، ممكن تبدا تشيله وتحط باند ثانيه جوه وتعمل تفلم ما بينهم الاثنين، او تسيب الويدج وتحط باند ثانيه جواها وتحط تفلم ما بينهم هما الاثنين. المهم انك تعمل سيلينج للباند بتاعتك او لل 600 باند اللي هتحطهم على جينجر مارجن. طب واحد يقول لي كده كنت مش هتطلع اوبن، هنقول حاجه حلوه جدا ان احنا دلوقتي بنعمل جاست اكستنشن مش بنبني كلاس 2 كله، احنا بس بنرفع الستيب الاول وبعد كده بنشيل كل الهيصه دي ونتعامل مع الحاله كانها سوبر جينجر كلاس 2 واتعامل بقى عادي خالص. احط بند واحده ويدج واحد ورينج واشتغل عادي خالص. هنا عشان اكونفيرم ان الباند سيلد على جينجر ستيب بعدي بيبر بوينت كده وابص على التب بتاعتها والله ناشفه يبقى تمام، لو طلع فيها فلويدز يبقى انا كده مش تمام محتاج ازود تيفلون كمان او محتاج ازود بند ثالثه ممكن وارد يحصل. وجاست ان انا اطمنت ان الدنيا كلها سيلد ببدا نعمل ديب مارجن اكستنشن بالمنظر دوت اتش ان روبوندن تروب فلو بالكومبوزيت ده كيورنج عليها باك اب الكومبوزيت از سنو كلاود تكنيك وبعد كده برفع المارجن شويه زي ما انتم شايفين بعد ما فكينا الرابر دام هنا السب جنجل مارجن تحول لسوبر جنجل مارجن فاقدر ان انا اتعامل معاه بشكل عادي جدا. الحاله دي برضو كنا وصلنا للمرحله دي في الايزوليشن، بدانا بال7 الاول حطينا ستاد ماتريكس شيب نمبر 1 كانت واصله لحد الجنجل ستيب بس مش سيلد زي ما انتم شايفين الرابر دام باين ما بين الستيب وبين الباند، فحطينا طفل من ورا الماتريكس باند كبديل الوجه يعني عشان يزق الباند تورد الجنجل ستيب الباند ما فلتش. فحطيت جواها موديفايد ستاد ماتريكس بعد كده حطيت تفل ما بينهم الاثنين زي ما انتم شايفين المنظر ده على اساس ان الباند الثانيه تقفل كويس. بعدي البير بوينت ستيل في ليكج. سبب الليكج هنا كان ان انا وانا بضغط التفل ما بين التو باندز انا بضغطه عشان الباند اللي جوه تقفل على الايه؟ على المارجن، لكن اللي كان بيحصل ان الباند اللي بره هي اللي بتفتح عشان الادجيسنت البروتين لوب بتاعها مزد. فالباند اللي بره هي اللي بتريح. فكان الحل ساعتها ان انا احط تفل من وراهم هم الاثنين بكميه كبيره ازق التو باندز على الجنجر ستيب. فلما عملت تيستنج بالبيبر بوينت لقيت ان الدنيا خلاص بقت سيلد فاشتغلت عادي خالص برضو ببوندنج بالطريقه التقليديه بتاعتنا دروب فلو ابل باك اب الكومبوزيت وبعد كده رفعت المارجن حوالي 1.5 2 مللي. واللي عملته هنا عملته الناحيه الثانيه برضو في السيرس بنفس المنظر نفس الكونسبت بالظبط اثنين باند وتفلن ورا وجوه والى اخره لحد ما بقوا الاثنين سوبرا جنجر مارجنز بالشكل ده وبعد كده كملنا عادي خالص لانها كلاس 2 عادي خالص. الحاله المعقده دي شويه اللي كانت دخلت في جراحه من دخلت سيرجري الحقيقه ما نفعش معاها الطرق التقليديه وما كنتش عارف احط سد الماتريكس كامله خالص بسبب الباكتال ولينجوال جوز بتاعت الكلامبس كانت الارمز مش جايه معايا. فكل الباندات اللي اتحطت كانت كاستمايز، حطيت باند كاستمايز وحطيت تفلون وراها ما قفلتش، حطيت الباند الثانيه وبينهم تفلون ما قفلتش والى اخره لحد ما وصلت لاربع باندات وتفلون ما بينهم كلهم عشان اقدر اعمل السيل اللي انتم شايفينه ده. وانس انا وصلت للسيلينج استخدمت برضو التكنيك السنو كلاود تكنيك عشان اعمل اكستنشن للمارجن كده حاولت سوبر جينجفل شويه. بس بصراحه لما جيت اكمل بقى حطيت ماتكس باند وجيت احط الويدج بتاعي لقيت ان الويدج بتاعي ستيل اعلى من الجينجفل ستيب الجديده بتاعت الكومبوزيت فبالتالي المارجن ستيل ديب. فقمت شايل الويدج بتاعي حاطط تفلون تاني ومعاهم ويدج صغير كده بس عشان اوفر شويه في التفلون
وبعد كده قمت عامل اكستنشن تاني، دي مارجن اكستنشن تاني خلاص، معلي المارجن، وبعد ما عليته قمت شايل التفر من الويدج الصغير، حطيت الويدج الكبير، لقيت الويدج الكبير بقى تحت الكومبوزيت دلوقتي، فخلاص كده هو البوزيشن بتاعه مظبوط، فحطيت الرينج، وبعد كده كملت البروكس مظبوط بتاعي، رحت الناحيه التانيه بنيت الكلاس 2 التاني، ودي الحاله بعد ما خلصت، ديت immediate post operative بايثون اهوت، وديت البايثون دي بتاعتها بعد سنتين ونص كفول اب، حاله ستيل ستيبل، ديت احنا شلنا فيها بون على فكره، تمام؟ يعني هنا immediate post operative المسافه ما بين الجينجر ستيب والبون كانت اراوند 2.3 مللي، هنا ستيل المسافه تقريبا زي ما هي، ما حصلش اي بون لوس، عشان احنا حاطين الحاله في ستيبل بوزيشن، تمام؟ في بريدونتال ستيبل بوزيشن، حافظنا على البايوش دلوقتي، ما عملناش فيه اي فايوليشن، ما خلناش الكومبوز بتاعنا اوفر هاندنج على الروت، ولا ان احنا مثلا اتعاملنا والبون والجينجر ستيب في نفس الليفل، لا احنا بعدنا البون خلناه في الوضع الامن بتاعه، ووفرنا له كل سبل الحمايه زي ما بيقولوا، عشان ما يحصلش فيه اي ديفيرت او اي مشاكل. اتمنى ان المحاضره تكون كانت محاضره خفيفه عليكم كده، حبيت بس ان انا يعني نحرك الميه كده بخصوص الديب مارجنز. يعني كده المحاضرة بتاعتنا خلصت خلاص إن شاء الله. لو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أنا معاكم، تمام؟ بحيث إن احنا نجاوب على أسئلتكم كلها إن شاء الله بخصوص الديب مارجن، تمام؟ حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ أنا بقلب في الكومنتس مش لاقي أي أسئلة لحد دلوقتي. كل الكومنتس عبارة عن منشنز. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ شكرا يا دكتور، في دكاتره كتير بعد تشكر يعني، عشان بس ما انساش حد، شكرا جزيلا لكم جميعا والله. ممكن الجزء بتاع البون ساوندنج، طيب حته البون ساوندنج اللي مقصود بيها هو ان انا عاوز اعرف الليفل بتاع الجينجر ستيب بتاعتي ديت علاقتها ايه بالبون؟ جنب البون ولا اعلى منه؟ تمام؟ فانا بجيب البردونتا بروب. طبعا انا دايما البون متغطي بسوفت تيشو، انا عاوز اوصل للبون ده، فبحط البروب كده جنب الجينجر ستيب بتاعتي، تمام؟ المنظر ده، وبعد كده ابدا ان انا ادوس على البروب ايبيكال، فالبروب هيعمل ايه؟ هيقوم بالبلدي كده هيخرم السوفت تيشو وينزل يخبط في البون، فانا بدوس عليه لحد ما يقف، وبعد كده اشوف هو قايس قد ايه من اول ما وقف لحد الليفل بتاع الجينجر ستيب، ده اسمه بون ساوندنج. لو المسافه ديت اكتر من 2.5 3 مللي، اكتر من كده انا كده في جريد 2 اقدر اعمل اكويزيشن عن طريق السوفت تيشو تريمنج بس، انما لو اقل من 2 مللي، 2 مللي او اقل كده انا بقيت جريد 3، فانا قريب جدا من البون. يعني لو انا فكرت اعمل سوفت تيشو تريمنج هعمل اكسبوجر للبون، تمام؟ فبالتالي وهكون عملت فايوليشن بايولوجيكال ريت على فكره، فبالتالي ساعتها يفضل ان انا اقوم فاتح فلاب واعمل سيرجر كراون انترنج، يعني انزل البون شويه بحيث ان اخلي المسافه بين الجينجر ستيب والبون بقى في المستوى الجديد يكون 3 مللي خلاص، وخيط على كده. ديت كده حته البون ساوندنج والعلاقه بتاعتها مع الريستوريشن بتاعي. دكتور حسام كاتب بيقول بعد ما احاول حاله سوبر جينجفال والكومنت تقف على كده، فبيوضح لي السؤال بتاعه بس مش مشكله خالص. دكتور مريم انا حاسس ان الكلام ده صعب اعمله كطالب في ظل ان الوقت السكشن ضيق. هو المفترض يعني انا كطالب ما اروحش اشتغل الحاله دي بمارجن تكون حاله معقده كده، يعني حاولوا تتجنبوا الحته ديت، تمام؟ الموضوع فعلا مش لطيف يعني. ولو انا عاوز اجرب وانا طالب، ممكن اجرب عادي خالص، وبدل ما اعمل السنه على سيكشن هعملها على سيكشنين، يعني يبقى السيكشن الاول مثلا هعمل فيه الاكويزيشن بتاعي والاكستنشن، وبعد كده اشيل الروبر ده واحط تمبر فرين، واجيب البيشنت فيزيت الجايه اتعامل معاه كانه كلاس 2 عادي خالص، اشيل تمبر فرين واكمل عادي خالص، تمام؟ فممكن اقسم الحاله على جلستين، وانا ساعات بعمل كده في العياده، يعني ساعات مثلا موضوع الديب مارجن اكستنشن والاكويزيشن بياخد وقت شويه في العياده، فالبيشنت ممكن يجهد اصلا فيطلب ان احنا نوقف، فبنوقف بالفعل ونحط امبريفلين ونكمل المره اللي بعدها، مش مشكله خالص يعني. محاضره فوق رائعه، شكرا دكتور اميره. دكتور ايه الفرق بين الدي ام اي والدي ام اف؟ انا مش عارف ايه الدي ام اف دي بصراحه، انما الدي ام اي دي قلنا يا اما تكون ديب مارجن اكستنشن او ديب مارجن اليفيشن، على حسب. اكستنشن يبقى انا هسيب كل حاجه زي ما هي وهاجي على الجينجر ستيب ازودها بريستوريشن، انما لو اليفيشن انا هشد السنه من السوكت اصلا، هطلعها بره السوكت عشان احول السب جينجفال مارجن لسوبرا جينجفال مارجن. بس دي ام اف انا اول مره اشوفها بصراحه. شكرا دكتور توماس، شكرا دكتور مسعد، ربنا يخليك جميعا.
دكتور زي ما حضرتك دكتور، هل انا ممكن اعمل اكويزيشن بتاعي بالكومبومير صح كده؟ ولو الكيرز واصل للروت اند بون ليفل، هو اوريدي حالات الديب مارجن بيكون في منها كتير في الروت على الروت، فاحنا نقدر نعمل بوندنج في الروت باستخدام يونيفرسال ادهيزز، ما فيش مشكله ان شاء الله يعني. حته كومبومير ماشي ما فيش مشكله برضو، اقدر استخدم كومبومير، بس حته ان انا استخدم ساندويتش تكنيك واستعين بالجلاس انمر، هو مشكله الجلاس انمر في الديسوليوشن بتاعه مع الوقت. فاحنا ممكن نعمل الكومبوزيت اوفر ذا روت على طول ما فيش مشكله، بس نستخدم يونيفرسال ادهيزز او سيلف اتش ادهيزز يعني، ونبعد عن حته التوتال اتشنج. تمام دكتور حسام، بعد ما احاول حاسب جنجفال وركب الماتريكس او الويدج، لو البلاد او السلايفا كومبوزيت عامل ايه؟ نو بروبلم خالص، احنا في عندنا قاعده اسمها الفايف سكندز رول، وهي ان لو حصل كونتامينيشن بالسلايفا او البلاد اللي الكومبوزيت بتاعي سواء بقى في حاله دي او اي حاله عموما يعني، حصل كونتامينيشن وقدرت ان اعمل ووش اوت للكونتامينيشن دوت قبل 5 ثواني، خلاص يعني شويه دم جم او شويه سلايفا قبل 5 ثواني غسلتهم، ساعتها انت هتغسل كويس وتنشف بالهواء كويس وتعمل ريبوندنج، وبعد كده تكمل الكومبوزيت بتاعك عادي خالص. ويفضل في البوندنج هنا تكون انت بتستخدم بوند البرايمر فيه مفصول عن البوندنج ايجنت لوحده، يعني زي جيل الرابع او جيل السادس، وتستخدم منه البوند بس من غير البرايمر، ده يفضل. لو ما عندكش يعني، لو عندك جيل خامس او جيل سابع خلاص جو اهيد مفيش مشكله، بس انت مش محتاج تعمل اتشن. طب لو الوقت طول عن 5 ثواني، البلد فضل قاعد 5 ثواني او اكتر او السلايفا، هتخسر وتعمل ري اتشن وري بوندنج بقى، عشان كده بيكون الكاون باي فيلم، فانت بتعمل ري اتشن تاني عشان تشيل الباي فيلم ده. لو الحاله جريد 3 بستنى قد ايه عشان اعمل ريستوريشن؟ يفضل استنى اسبوعين لثلاث اسابيع بعد السيرجري لحد ما يكون حصل الهيلينج بشكل كبير للجنجر عشان اقدر اتعامل يعني. بس انا زي ما قلت لك الحاله بتاعتي انا اتعاملت معاها بعد 4 ايام والموضوع يعني كان كويس. اي نعم كان الـ اسمه ايه ده؟ الانفلاماتوري اكسيديت اللي طالع من الجنجر كان مرخم علينا شويه، بس بالتفرن وبالطريقه كده انا قدرنا نكنترول على الحاله ونهندل الحاله يعني. بس لو استنيت اسبوعين يكون الدنيا احسن، تكون الدنيا هدت خالص وقدرت اتعامل معاها بمنتهى الشياكه يعني. مشكلتي في اللاين اوف ديماركيشن مع كلاس 4، هي دي بره المحاضره يا دكتوره ياسمين، بس هو فكره اللاين اوف ديماركيشن ده بيكون شيد ديس ماتشنج وامبروبر بيفلنج. تمام، وممكن ساعات يكون برضو استخدام شيد مش مناسب في الكيس، او استخدام اوباسيتي من الكومبوزيت مش مناسبه للكيس لاسباب كتير. ففي محاضره ان شاء الله قريبه باذن الله تكون في حته الماتيريال سيلكشن في الانتيريور ستريشنز، ممكن تتابعها على صفحتي ان شاء الله من الاسبوع الجاي برضو غالبا، ممكن نجاوب فيها على السؤال ده باذن الله. الف شكر لحضرتك دكتور احمد. بترفع المارجن ببلك في الفلاب ولا الباك اب؟ والله عادي يعني، ساعات شكرا دكتور عبد الله، ممكن استخدم بلك فيل او كونفنشن عادي خالص، لان كده ما بزودش الانكرمنت بتاعتي عن 1.5 مللي، فالاثنين سيان يعني. في ناس تحب تستخدم بلك فيل عشان البوليمرايزيشن شرنكج بتاع البلك فيل فلاب اقل شويه من الكونفنشنال، بس انا بصراحه بستخدم ده او ده يعني مش مشكله. الفكره بس ان انا استخدم فلابول مع باكابول يعني. تمام طيب دكتور، بتعمل اتش وبوند قبل ما نركب الباند والرينج ولا بعدها؟ لا بعدها طبعا، الاتشنج والبوندنج بعد الماتريكس سيستم مش قبل، لان انا بعمل انستوليشن الماتريكس سيستم بحط باند ويدج، انا وارد يحصل مني بليدنج يعني، بحط الباند مثلا بزقها او بحط الويدج بزقه يحصل بليدنج فيبوظ البوندنج طبعا، فالبوندنج بعد الماتريكس سيستم مش قبل. حضر اليمين الرزق الاخير، جزاك الله جزاك الله يكرم دكتور باسم، شكرا جزيلا دكتور بسام، شكرا جزيلا. هو كده البروب بيعدي التشو لحد ما يوصل البون بخرومه يعني؟ بالظبط، هو فعلا ده بيحصل، عشان كده البون ساوندن ما ينفعش يتعمل غير اندر انستيزيا، لازم يكون حاطط على الاقل سوفت تشو انستيزيا في المكان ده، والا الموضوع يكون بينفول جدا جدا. ايه الادوات البسيطه اللي تخليني اطلع شغل كويس؟ ما هو ادوات في ايه بالظبط يعني؟ كرابر دام ولا كومبوزيت ماتيريال ولا كانسترومنتس ولا كماتريكس سيستم ولا ايه يعني؟ الموضوع في اكتر من حاجه، بس هو يعني الموضوع في الاول وفي الاخر استثمار. تمام، فلما اجيب حاجه كويسه هتشغلني كتير، فالديستورشن ريت بتاعها مش عالي فمش هتبوظ بسرعه فتقعد معايا في وقت اطول، بس انا ما بكترش على نفسي بصراحه يعني. لو حضرتك عاوز يعني دكتوره ياسمين، لو انت تحددي لي بس انت بتسالي على انهي حته بالظبط وانا اقول لك يعني الادوات في انهي جزئيه من الجزئيات ديت، ممكن نقولها مش مشكله ان شاء الله.
شكرا للناس اللي بتشكر والله جزاك الله خيرا جميعا، عشان بس ما معديش حد، ما انساش اسماء حد. في حالات الفيلير كومبوزيت، هل في طريقه اقدر افرق بيها بين السنه والكومبوزيت؟ الدراينس، انا لما بتركيب الرابر ده من دكتوره ايه، او حتى تعمل ايزوليشن بالكروتون وتسيب السنان تنشف تقعد تنشفها بالهواء كويس، هيبدا يظهر الفرق بين الكومبوزيت والتوث ستراكشر، خصوصا في الدنتين. الكومبوزيت جوه الدنتين بيختلف لونه عن لون الناتشرال دنتين خالص، بعد ما السنه بتنشف هتقدر تفرقيه بعينيكي فعلا.